اهلا بكم من جديد مشاهدينا، بنتواصل معاكم في بيتنا وبيتنا دائما برعايه سوداني. بنطرح اليوم في حياه الناس مشروع التعليم التكنولوجي، وتحدثنا انه المشروع بيرفع كفاءه الطالب، والطالب بيكون مواكب لما حوله من تكنولوجيا، يعني تتوفر له في المدرسه زي ما هي متوفره له في البيت او في اماكن الترفيه. في نقطه مهمه جدا استاذ محمد، يعني التكنولوجيا دائما مرتبطه عند الناس بالترفيه، يعني فهل الحاجه دي هي تظل ترتبط لدى الناس بالترفيه بالنسبه للطلاب والعمار اللي هي معاصره التكنولوجيا؟ نعم. هم بيفتكروها اولياء الامور والمعلمين هي جانب من اللعب، يعني لعب ساي وترفيه الاخر، لكن احنا كده بنثبت لهم العكس، بانه التكنولوجيا والتقنيه هي وسيله مساعده في العمليه التعليميه، وهي ليست طرف، وهي تقلل كلفه العمليه التعليميه نفسها، وهي تطور من العمليه التعليميه وتواكب العالم زي ما هم ماشيين يعني. نعم. فالان التجربه دي بتعكس الفهم انه والله لعب وخلاص او هي ترفيه وخلاص. نعم. لا بالعكس، الان التكنولوجيا بتساعد الطلاب في تطوير مهاراتهم وزياده الاستيعاب بشكل كبير. نعم. وتساعد المعلمين في مواكبه العصر والتدريس بطريقه حديثه. نعم. نعم. طيب دكتور عبد المجيد، المشروع بدأ وين تحديدا؟ الولايات اللي بدأ فيها؟ طيب الآن المشروع من حيث التجربة غطى 10 ولايات لحد الآن، من حيث التنفيذ الآن غطى 8 ولايات من حيث التنفيذ. التجربة طبعا احنا نتكلم في التجربة اللي هي المرحلة الأولية بالنسبة للتنفيذ للمشروع، انك تلاقي تعمل سامبل تجربة عشان تثبت انه التجربة ناجحة، بعد ذلك تقوم تعمل التطبيق او الانتاج. طيب اول ولاية عملتوا فيها طيب التجربة؟ اول ولاية الغضارف، طبعا الغضارف حصل فيها تدريب للمعلمين اللي هو 100 معلم، وثلاثة بعد ذلك 10 ولايات يعني بدون ذكر ليها. لكن في التجربة الأولى 100 معلم في كم مدرسة في ولاية الغضارف؟ 10 مدارس. 10 مدارس. نعم. وممكن نذكر برضو انه في كردفان، في دارفور، في الشرق، يعني السودان بكل الاتجاهات الاربعه تم تدريب ل 100 معلمين في كل مدرسه هنا وصلناها. والتدريب زي ما قلت انه 10 مدارس في كل ولايه، دي المرحله الاوليه. هنا طبعا بيتكلم عن ان احنا ندرب المعلمين في الاول ونخليهم ان هم يكون بمستوى التقنيه اللي هنا بصدد تطبيق وتنفيذه، بعد ذلك بنحاول ننفذ التنفيذ. طبعا بعد ذلك بيكون في يعني محددات يعني بتاع التنفيذ، اللي انت قد تكون عندك مثلا ليميتيشنز او محدوديه في الموارد التنفيذيه. لكن احنا الان نتكلم عن انه احنا الان وصلنا 8 ولايات هي الان فيها نماذج لمدارس تم فيها تطبيق المشروع بصوره ناجحه جدا جدا. والان هنا تقريبا في عتبه الانتشار الكامل، لانه احنا كنا في بدايه الامر نتكلم عن اننا ننفذ في المدارس الحكوميه في الاول، بعدك ننحو نحو المدارس الخاصه، ولكن الان نعم. يعني تبين انه الاكثر فاعليه انك انت تنفذ على توازن، انك انت احنا لنا هدفنا او حسب فلسفتنا انه المدارس الخاصه يفترض هي احنا ننفذ لها برسوم معقوله، ولكن المدارس العامه يفترض احنا ننفذ لها، لانه اصلا الشركاء معانا حكوميين، واحنا ذاتنا مؤسسه شبه حكوميه، فلا بد من اننا احنا ننفذ للمدارس الحكوميه مجانا او التنفيذ لها مجانا. صحيح في بعض الليميتيشنز اللي انا ذكرتها قبل شوي، انها اللي هي قصور ممكن تقول عليها لوجيستي او 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 دعم يعني مساعد للتنفيذ، ولكن احنا من حيث الاستعداد الان المشروع هو يعني مكتمل الاستعداد تماما، ومتوقع انه بعد العيد مباشره هنشرع تماما في التنفيذ على مستوى المدارس الخاصه والمدارس الحكوميه. حتى الان فقط في المدارس الحكوميه. طيب تنفيذ المشروع في الثمانية ولايات اللي ذكرتوها، تم فيها تطبيق المشروع وتوفير السبورة الإلكترونية، ممكن نقول له جهاز الكمبيوتر لكل مدرسة في الولايات الثمانية؟ هي طبعا ممكن المشاهدين يستغربوا أنه الآن في أكثر من 30,000 جهاز كمبيوتر موزعين على مدارس على مستوى السودان. نحن أي مدرسة الآن ممكن يكون مبني عليها فصل، وحتى المبني فيها عليها فصل فيه زي كرفان قديم كذا كان جابوا ناس يغمد صلاة، أي مدرسة فيها الآن 14 جهاز. بالعكس الآن الحكومة دفعت لسوداتيل أو اتفقت مع سوداتيل كمغاصة بيناتهم في المال، يعني حتتوفر خدمة الإنترنت في 50 مدرسة في كل ولاية. فكان نحن نتكلم عن الحد الآن، يعني الناس دي مرحلة زمان، يعني بالمناسبة قبل سنتين في كان زمان البيت السعيد هنا كان اعلنا تدشين المشروع من البيت السعيد بالمناسبه، فدي مناسبه المفروض برضه برنامج بيتنا يفتخر بها انه مشروع
دوشي من خلال برنامج البيت السعيد اللي هو الان امتداد بيتنا. بيتنا نعم. فكان الوقت ده بنتكلم انه اصلا ما في كمبيوترات يقولوا عليها موجوده في المدارس، عدديه بسيطه جدا. الان في 30,000 كمبيوتر وزع صندوق دعم المعلوماتيه اللي هو يتبع للهيئه القوميه للاتصالات والمركز القومي للمعلومات اللي يتبع لوزاره العلوم والاتصالات اللي هي من المؤسسين للمشروع. فبالتالي المشروع هو بيستغل الامكانيات الخاصه بالمؤسسين المشروع. نعم. وبالتالي بنمضي غضبا. اما الان البنيه التحتيه نقول على مثلا 50 مدرسه في كل ولايه، خلينا احنا نخلص من 50 مدرسه في كل ولايه، دي نقله كبيره جدا. بعد ذلك نكمل ان شاء الله باقي المدارس الولايات. نعم. ان شاء الله عندكم ويب سايت خاص سؤالك. نعم. الان موفره فعلا متوفرت بس في الولايات في الثمانيه ولايات عدد منهم، لكن السيستم موجود في الثمانيه ولايات، موجود في مدرسه في ثمانيه ولايات. بعد ذلك مع الوزاره الولائيه مع المركز نحن نمشي على 50 مدرسه ان شاء الله. نعم جميل جدا. طيب يا معتز حجيك مره ثانيه، احنا عايزين نشوف مثال لتجربه مثلا نختار الكيمياء نقول. طيب طيب انا هشيل تجربه من الكتاب المدرسي اللي هي تجربه بتاعت الفرق بين نكشف عن الحمض وعن القائد. ففي التجربه دي محتاج لمواد كيميائيه، محتاج للحمض، وهاخد حمض الهيدروكلوريك، وهحتاج لقاعده وهاخد هيدروكسيد الصوديوم. ملاحظين ان البرنامج خدت له المواد الكيميائيه في الجزء يعني زي ما بيقولوا البوتل المعملي بتاعه ده ما بقدر استخدمه للتجربه بتاعتي، فهضطر ان امشي اجيب معدات زجاجيه بتتناسب مع التجربه بتاعتي اللي هو مثلا بورق 100 مل محتاج لاثنين. ف وبعد ذلك محتاج لدليل، هاخد صبغة عباد الشمس، اخد تخطيط اللي هو حيبين لي وحيوضح لي شكل اللون اللي حيجينه هو بعدين حمض ولا قاعد. طيب هاخد اخذتها زي ما قلنا في البرنامج لانه في جهاز الكمبيوتر بيوضح لي توضيحات اكثر، يعني مثلا ده التفصيل الجزيئي للمحلول القاعد جوا الدوره ده. يعني حتى اذا انا ما عارف اسمه، يعني مثلا انا ما عارف انه هيدروكسيد الصوديوم، اول ما اشوف الجزيئيه جوا حارب بعد ذاك ده شنو ده حمض قاعد ده شكله.